أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة من برنامجكم أساسيات اللغة الإنجليزية. كنا بدأنا قبل كده وأخدنا بعض الأساسيات، إزاي بنعمل جملة، وأخدنا كمان شكل الفعل، إزاي بنشكل الفعل في أكتر من زمن. أخدنا بعض الأزمنة، أخدنا كمان بعض التراكيب، أخدنا بعض الإكسبريشنز التعبيرات. النهاردة هنكمل اللي كنا بدأناه في الحلقات اللي فاتت. إحنا كنا اتكلمنا في الجملة وقلنا إن الجملة بتتكون من 3 حاجات، في حاجتين أساسيتين هم subject وبعدين الفيرب، يبقى الفاعل وبعدين الفعل، وبعدين في التكملة بتاعت الجملة. قلنا إن الفاعل بتاعنا ممكن يبقى اسم شخص وممكن يبقى ضمير بيعود على هذا الشخص، ممكن يبقى proper noun أو pronoun. كمان اتكلمنا على الفعل وقلنا إن الفعل له أشكال عدة، ممكن نشكله أو نحطه في أكثر من زمن. فمن ضمن الأزمنة اللي معانا the present simple, the present continuous, the present perfect. اتكلمنا في present simple وقلنا إن هو زمن بيستخدم لما نيجي نتكلم على العادات اليومية بتاعتنا، بحط الفعل في المصدر مع كل الضمائر ما عدا هي وشي وإيت والمفرد. مع هي وشي وإيت والمفرد بنضيف اس او اي اس او اي اس، فانا بقول I drink coffee every day لكن he drinks coffee every day. كمان قلنا بنستخدمه for facts الحقائق وجداول المواعيد. ده بالنسبه للبريزنت سيمبل. بالنسبه للبريزنت كونتينوس قلنا بنعمله من ام از ار فيرب اي ان جي. بنستخدمه لما نيجي نتكلم عن حاجات اللي هي بتحصل دلوقتي. فأنا لو قلت مثلا إحنا دلوقتي أنا بقدم حلقة، so I am presenting an episode. I'm presenting an episode. يبقى present، حطيت present في ال present continuous فقلت I am presenting، يبقى حدث بيحصل دلوقتي. أنتوا دلوقتي you are watching. You are watching، الحدث بيحصل دلوقتي، استخدمت present continuous. ممكن استخدمه كمان للأحداث المؤقتة، أحداث مؤقتة. يعني ممكن أقول مثلا I'm staying in Hurghada for a week. I'm staying in Hurghada for a week. I'm staying، أنا مقيم في الهرجادة for a week. فدي حاجة مؤقتة، لكن لو أنا بتكلم عن حاجة ثابتة فأنا بستخدم the present simple. بستخدم the present simple. لو بتكلم عن حاجة ثابتة بستخدم present simple، بتكلم عن حاجة مؤقتة بستخدم the present continuous. فأنا ممكن أقول I live in Cairo. أنا عايش في القاهرة، دي حاجة ثابتة. لكن I'm staying in Hurghada for a week. أنا مقيم في الغردقة for a week. I am staying. كمان ممكن أستخدم الـ present continuous for plans، الخطط المستقبلية، أو future arrangements، ترتيبات المستقبل. فأنا ممكن أقول I am visiting my grandma tomorrow. I'm visiting my grandma tomorrow. أنا هزور جدتي بكرة. تمام؟ فأنا مرتب. I'm visiting grandma, my grandma at 5 tomorrow. ده بالنسبة لـ present continuous اللي هو am is are verb ing. كمان خدنا the past simple وقلنا انه حدث حصل وانتهى في الماضي، لكن انا ممكن استخدم الماضي البسيط كمان لعادات الماضي. فانا ممكن اقول I played مثلا in the street every day when I was young. تمام كده. اخدنا كمان past continuous وقلنا ان past continuous هو حدث أو زمن بيتكلم عن أحداث أطول في الماضي. يعني I was مثلا watching television from 5 to 9 yesterday. I was watching television. كنت بتفرج على التلفزيون. تمام؟ لو احنا رسمنا a timeline، خط الزمن، وحددنا عليه الأزمنة، الدنيا هتبقى أوضح شوية. تعالوا احنا نرسم كده مع بعض خط الزمن ونشوف ايه اللي ممكن يبقى دلوقتي وايه اللي ممكن يبقى بعدين أو اللي حصل في الماضي. احنا معانا اهو خط الزمن. لو اعتبرنا ان ده الفيوتشر، المستقبل، ماشي في اتجاه الفيوتشر، مستقبل. تمام؟ واعتبرنا ان احنا دلوقتي اهو ناو. فانا If I'm talking about an action happening now، لو أنا بتكلم عن حدث بيقع الآن، فأنا بستخدم present continuous وأقول We are watching television now. We are watching television now. لكن لو أنا بتكلم عن
A habit of mine, عادة بالنسبة لي بتحصل في المضارع. تمام؟ فأنا هستخدم the present simple وأقول I drink coffee every day. لو أنا اتكلمت عن أحداث حصلت في الماضي مثلا وليكن يا صديقي بالأمس يا صديقي، فأنا هقول I visited my grandma yesterday. أنا زرت جدتي بالأمس. I visited my grandma yesterday. تمام كده؟ ده past simple. I visited my grandma. ضفت للفعل إيه؟ ضفت له ED. طبعا أحيانا بضيف D بس، أحيانا بضيف IED. تمام؟ على حسب نهاية الفيرب. فأنا لو الفيرب بتاعي انتهى نهاية عادية فبضيف له ED. لو الفيرب بتاعي انتهى بإي بضيف له دي فقط، لو انتهى بإي بضيف له دي، لو انتهى بواي وقبل واي حرف ساكن بشيل الواي وحط اي اي دي. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للماضي البسيط. طيب لو انا بتكلم عن احداث استمرت شوية في الماضي، اخدت فترة في الماضي، فانا بستخدم باست كونتينيوس. تعالوا احنا نرسمها كده. يعني انا امبارح من الساعة مثلا 5 ل 9 امبارح، كل ده happened yesterday. From 5 to 9، من 5 ل 9. فأنا بستخدم إيه؟ بستخدم past continuous. فأنا ممكن أقول مثلا I was مثلا studying from 5 to 9. I was watching television from 5 to 9. يبقى ده past إيه؟ continuous. بعمله إزاي past continuous؟ من was aware verb ing. Was aware verb ing. فهي بيستخدم لأحداث أطول في الماضي. طيب ده بالنسبة للباست كونتينيوس اللي هو بيكون من was aware verb ing. لكننا لو اتكلمنا عن أحداث أو حدث حصل قبل آخر في الماضي، يعني أنا مثلا وليكن إن أنا امبارح ده في حدث أهو، ده كان number one، وكان في حدث تاني حصل بعد منه، ده كان number two. فأنا عندي two actions. لما بيكون عندي two actions، حدثين وكلاهما حصل في الباست، فأنا ساعتها بستخدم past إيه؟ past perfect. ساعتها بيتدخل الباست perfect. فأنا ممكن أقول إيه؟ إيه هو الباست perfect أصلاً؟ past perfect هو الماضي التام، وهو زمن بيرتب أحداث الماضي. يعني أنا امبارح أنا مثلاً watched the match، اتفرجت على الماتش، then بعدها بشوية I went out. فالحدثين حصلوا في الماضي، كلاهما حصل في الماضي. I watched the match at 5. فرقت على الماتش الساعة 5 كده. I finished the match. خلصت الماتش وبعدين I went out. ففي عندي أحداث حصلت في الماضي. الـ past perfect بقى هو بيتدخل لترتيب أحداث الماضي. فبيشوف مين اللي حصل الأول يخليه ماضي تام. اللي حصل الأول يكون ماضي تام. past perfect. طب نشوف كده شكل الباست بيرفكت عامل ازاي. تعالوا مع بعض نكتب الاول the past perfect، الماضي التام، the past perfect. بعمله ازاي الباست بيرفكت؟ قال لنا من had plus the past participle. هاد التصريف الثالث، ده ايه؟ الماضي التام. طيب يعني انا لو عندي حدثين بالشكل ده she first، الاول مثلا she cooked، وبننطقها ازاي؟ ننطقها cooked، لان احنا قلنا قبل كده ان لو الفيرب بتاعي انتهى ب ك، لو انتهى ب ك او ب او ف او ش او تش، تمام، فبضيف له، لو ضفت له الاي دي هتتنطق الاي دي ت، هتتنطق الاي دي ت، يبقى ك ب ف ش تش، تمام، وكمان بضيف عليهم س. يبقى ناخد مثال I missed miss M-I-S-S
I missed. تمام؟ I missed the match. Okay. Miss. ضفت طبعا ايه دي فاتنطعت ايه؟ الاي دي ت لان كان اخر صوت معايا هو الاس. ووك مثلا. ووك لو ضفت اي دي هتبقى ووكت لان اخر صوت عندي قبل الاي دي كان ك. هيلب لو ضفت لها اي دي هتبقى هيلبت وهكذا. قلنا فيرست شي كوكت في الاول هي طبخت. بعدين ذن بعد ذلك عملت ايه؟ شي ذن شي سيرفد ذا ميل. سيرفد ذا ميل او ذا فود. فانا عندي تو اكشنز. اول حدث معايا هو اللي هو ده شي كوكت ده بنخليه نمبر 1. الحدث الثاني ده اللي هو معانا شي سيرفد ده طبعا باست سيمبل كلاهما في الباست سيمبل ده رقم 2. فانا لو هرتب الاحداث فهضطر ان انا ادخل الماضي التام معايا. الماضي التام هيدخل دلوقتي يرتب الاحداث بتاعتي. طب نشوف اللي حصل الاول هيكون ماضي تام. اللي حدث اللي وقع في الاول نخليه ماضي تام والحدث الاخر هيكون ماضي بسيط. فهنلغي هنشيل first to then وطبعا الباست بيرفكت له الروابط الخاصه بيه اللي هي after و before و as soon as. فانا لو هقول بعد ما هي طبخت قدمت الطعام فهقول كالاتي after يعني ايه؟ after يعني بعد after ايه؟ she had ايه بقى؟ بعد after بيجي الحدث رقم واحد اللي هو الماضي التام she had cooked. After she had cooked بعد ما هي طبخت. ايه اللي حصل بقى بعد ما هي طبخت؟ she served the food. she served the food. يبقى لو بصينا على الجملة دي هنلاقي ان الحدث الاول فيها هو الماضي التام اللي هو had cooked اللي حصل الاول. والحدث الثاني اللي هو served ده ماضي بسيط. كلا الحدثين حصل فين في الماضي؟ كلا الحدثين حصل في الماضي ولكن لو رتبت الاحداث ده هيبقى نمبر 1 وده هيبقى نمبر 2. ده بالنسبه للماضي التام. الماضي التام ليه مجموعه من الكونكتورز الروابط زي ايه؟ زي بيفور وزي as soon as. before هي عكس after يعني لو قلت قبل ما هي تقدمت الاكل كانت طبخه ومجهزاه فهقول before قبل ما هي تقدم before she served. بعد before هيجي الحدث رقم 2 اللي هو بيبقى ماضي بسيط before she served the meal she had cooked it. طيب ده بالنسبه للماضي التام. الماضي التام زمن يعني شويه مش مستخدم كتير ولكنه ممكن الاقيه في بعض التكستس بتاعتي بيحل محله الباست سيمبل يعني ببساطه. يعني انا ممكن اقول first عملت كذا then حصل كذا. first I met my friends then we sat at a cafe. يعني الاول احنا قابلت اصحابي بعدين قعدنا على كافيه. first I met my friends then بعدها I sat at a cafe. فانا مش في احتياج قوي للباست بيرفكت ولكن المفروض انا ابقى عارف الباست بيرفكت بيتعمل ازاي او بيتشكل ازاي. لان هو بيجي اكتر في الاشكال الايه الفورمال. تمام؟ طيب ده بالنسبه للباست بيرفكت. في عندنا كمان اتكلمنا عن the present perfect وقلنا ان the present perfect هو زمن المضارع التام وهو زمن بيعمل connection ربط ما بين الباست والبريزنت ما بين الباست والبريزنت الماضي والمضارع. فانا لو انا بتكلم عن حاجه حصلت بدات في الماضي ولسه ما زالت موجوده حتى الان فانا ممكن اقول استخدم present perfect واقول I have lived in Cairo. I've lived in Cairo since 2005 منذ سنه 2005 او I have lived in Cairo. I have lived in Cairo since I was born منذ ان ولدت. يبقى بستخدم المضارع التام لما بربط احداث الماضي مع المضارع. طيب
حددناه على خط الزمن وقلنا انه هو بيبتدي في الباست وممكن يستمر حتى المضارع. ممكن استخدمه كمان لاحداث لسه حاصله حالا، فانا مش هقدر اخليها ماضي بسيط، هي لسه حاصله حالا. فانا لو انا مثلا عايز اقول لسه احنا مثلا مبتدين حالا او لسه ابتدينا حالا، فاقول we have just started. we have just started يعني احنا لسه بادئين حالا، لكن مش هقول we have we started. we started ماضي شويه، ابعد شويه من اللحظه اللي احنا فيها. لكن present perfect او مضارع التام هو بيستخدم لاحداث قريبه من لحظه الكلام. we have just started كتير او بتلاقي معاها كلمه just. we have just started. she has just arrived هي لسه واصله حالا. she has just arrived. لكن لو قلت she arrived هي وصلت مثلا two hours ago من ساعتين فاتوا، ماضي بسيط عادي. she arrived وصلت، لكن لسه واصله حالا she has just arrived present perfect. يبقى احنا عرفنا present perfect لمجموعه من الاستخدامات، حاجه بدات في الماضي واستمرت لغايه دلوقتي، حاجه حصلت منذ فتره قصيره جدا. ممكن استخدمه كمان للاحداث اللي هي انتهت في الماضي ولكن تأثيرها مثلا I have broken my leg. I have eaten my breakfast. I have painted my flat. ايه معنى الكلام ده؟ يعني لو حد بيقول لي أو مثلا بابا بيقول لكم في البيت أو أي حد بيقول لكم please clean your room، نظف الغرفة بتاعتك، فأنت عايز تقول إني أنا عملت الكلام ده، قمت بالحدث ده ربما امبارح، يعني حدث في الماضي وانتهى الحدث، ولكن تأثير هذا الحدث أو تأثير القيام بهذا الحدث ما زال قائم، لسه الشقة أو الأوضة نظيفة، يعني مش محتاج إن أنا أنظفها تاني. أنا عايز أقول مثلا أو هيك عايز تقول لي والدك او والدتك انا نظفت غرفتي وهي نظيفه مش محتاجه تنظيف دلوقتي، فانا ممكن اقول I have cleaned my room، معناها ان هي it is still clean. it is still clean ما زالت نظيفه. طيب ممكن حد بيعزم عليا بساندويتش، فانا بقول له I have eaten my breakfast. now dear friends we have a break. في معنا break، ناخد بريك ونرجع تاني. Viewers welcome back. كنا بنتكلم عن التنسز وكنا بنتكلم عن استخدامات the present perfect المضارع التام. قلنا ان هو له استخدامات عدة، من ضمنها اني actions finished a short time ago، احنا لسه بادئين حالا يبقى we have just started. We have just came we have just come back، لسه راجعين حالا. we have just come back. كمان نستخدم الاحداث ليها تأثير، بدأت في الماضي وليها تأثير موجود، او حاجات بدأت في الماضي واستمرت حتى الان. بالنسبة للأحداث اللي هي بدأت في الماضي وانتهت وتأثيرها موجود، فأنا ممكن أتكلم عن experience أنا أخذتها في عمل من خلال عمل أو كده، فأنا بقول I have worked as a lawyer for 5 years. I have worked as a lawyer، أنا عملت كمحامي for 5 years. فأكيد أنا حتى لو انتهيت من العمل في هذه المهنة، فأكيد أنا اكتسبت مهارات، هذه المهارات تعتبر إفكت تأثير في المضارع. فأنا عشان كده لما أكون بتكلم عن خبرة أنا أخذتها من عمل سابق، فبستخدم present the present perfect. ده بالنسبة present perfect. و present perfect هو زمن بيربط مضارع مع الماضي أو الماضي مع المضارع. عرفنا أن past perfect اللي هو هاد وتصريف تاد بيرتب الأزمنة بتاعتي أو يرتب الأحداث بتاعتي في الماضي، فاللي حصل الأول بيكون ماضي تام واللي بعد منه بيكون past simple ماضي بسيط. في عندنا كمان مجموعة من الأزمنة الأخرى زي the future simple. The future simple ده اللي هو مستقبل بسيط، بيتكون من well plus infinitive. طب نكتب كده الفورم بتاعت the future simple ونعرف استخدامات future simple ايه.
future simple اللي هو will plus infinitive. will we المصدر. طبعا هو زمن بيستخدم للتعبير عن أحداث في المستقبل، ولكن ناخد بالنا جدا جدا ان will مش بالضرورة استخدمها في كل أحداث المستقبل. will بتستخدم لإيه؟ قال لنا بتستخدم for sudden decisions، للقرارات المفاجئة. فأنا مثلا I have just received a phone call، لسه مستقبل مكالمة تليفونية حالا، فأنا أقول لكم sorry I leave now، أنا ماشي دلوقتي. I have a problem so I leave now، I will leave now. the doorbell is ringing، جرس الباب بيرن، فأقول لكم I'll open it، I'll open the door. طيب ده بالنسبة للإيه؟ للفيوتشر، واستخدامه بالنسبة للقرارات المفاجئة. لو أنا بتكلم أخذت قرار مفاجئ، فأنا بستخدم future simple أو will plus infinitive. كمان بستخدم will plus infinitive for future facts، الحقائق المستقبل. تمام؟ فأنا ممكن أقول لكم I'll be 40 next year، I'll be 40 next year. حاجات اللي هي يعني is always true or will be true in the future. كمان بستخدمه for لي قالنا predictions، التنبؤ أو التنبؤات. but ولكن the predictions in the future or using will is different from the predictions using be going to. يبقى أنا عندي في نوعين من التنبؤات دلوقتي. يعني ممكن استخدم will للتنبؤ، وفي عندنا be going to للتنبؤ. ممكن أتنبأ مثلا بكرة، أو الراجل بتاع الحالة بتاع النشرة الجوية بيقول لنا tomorrow it is gonna rain. نكتبها كده it is going to. طبعا في American English بيقولوا gonna، it's going to rain، سوف تمطر. هنا تنبؤ، ولكن في تنبؤ أكيد. الراجل اللي قال الكلام ده في عنده دليل، في evidence. So he said it is gonna rain، سوف تمطر، بناء على دليل. Maybe it's cloudy، ربما تكون ملبدة بالغيوم، فأنا أقول it's gonna rain. لكن أنا لو أنا عايز أتنبأ بشيء ولكن ليس لدي دليل عليه، فأقول مثلا we will travel around the world one day. We will travel around the world. فيش لا ترتيب ولا ايه ولا تخطيط ولا اي حاجة. We will travel، ولا دليل على هذا التنبؤ. أنا بتنبأ أن احنا في يوم من الأيام هنسافر حول العالم. We will travel around the world one day. تمام؟ أقول لكم مثلا الناس will live on the moon one day. People will live on the moon. هنا في تنبؤ، بس التنبؤ بدون أي دليل عليه. هل أنا عندي دليل على أن الناس هيعيشوا على القمر؟ No. I do not have any evidence. So I can use will. لازم أخد بالي من الفرق البسيط ما بين will و be going to في التنبؤ. الاثنين for predictions للتنبؤات. ولكن be going to for predictions with evidence بتنبؤ، أو بتيجي مع التنبؤ بدليل، أنا بقول it's gonna rain tomorrow. It's cloudy. دي ملبدة بالغيوم. It's gonna rain. It's going to rain in British English. أو ممكن أقول people will live on the moon one day. هيعيشوا على القمر one day. في هنا تنبؤ بس بدون دليل. تنبؤ بدون دليل. ده الفرق ما بين will و be going to. في كمان استخدام لـ be going to كمان، وهي for actions that are about to happen. يعني ممكن أقول لكم look over there. بصوا هناك. The two cars are gonna crash. look. انظر. أو انظروا، the two cars العربيتين هيخبطوا في بعض. they are gonna crash. they are going to crash. حدث على وشك الحدوث أو الوقوع. ده بالنسبة لـ be going to. بستخدم طبعا well في ال promise. لما أجي أوعدك أقول لك I'll buy you a present. هشتري لك هدية.
and for threat وللتهديد. لما اقول لك I'll punish you يبقى I'll buy you a present و I'll punish you. الاثنين بيستخدموا مع will. ف will تستخدم for promise للوعد فوعدك، وكمان ممكن اهددك ب will. I'll help you. I'll give you a present. وعد. تمام؟ وبهددك. I'll fire you out. I'll punish you. Okay. فدي كل دي تهديدات. طيب ده بالنسبة لي will. بستخدمها كمان للrequest وللoffer كمان. لما أقول أعمل offer وأقول لحضرتك I'll help you. هساعدك. I'll help you. واطلب منك will you help me? Will you help me? ممكن تساعدني. Will you help me? Okay. فده طبعا request طلب. دي استخدامات will أو a future simple. تعالوا بقى احنا ناخد حاجة مختلفة. خدنا ازاي نعمل نيجاتيف. لو انتوا فاكرين النيجاتيف كنا بندور على ايه في الجمل بتاعتنا بتاعت الانجليش. بندور على am, is, are, was, were, can, could, shall, should, will, would, may, might, must ومعاهم have, has, had. بس لازم يكون بعدهم past participle. لو لقيناهم بنحط بعديهم not في النيجاتيف. طب نكتبهم وافكركم بيهم للمرة التانية. مين هم بقى اللي بندور عليهم؟ هم am و is و are و can could shall should will would و may might و must كمان. تمام؟ ومعاهم ايه؟ must. اكتبها هنا اهو. ومعاهم كمان have has had، بس لازم اتاكد ان have has had بعدهم past participle. have و has و had لازم يكون بعدهم تصريف ثالث. لو لقينا اي حاجه من الكلمات دي بنحطها وبنحط بعدها not. يعني am تبقى am not، is not، are not، وهكذا. كل ده طبعا النفي. لكن لو ما لقيتهمش بحط ببص على الفيرب بتاعي بشوفه هل هو انفينيتيف ولا في اس. يعني في لو present simple، يعني لو present simple بعمل ايه؟ بحط don't او doesn't. طبعا لو هو في الانفينيتيف بحط don't، لو هو في اس بحط doesn't وبرجع الفيرب لاصله. لو في الباست بحط didn't وبرجع الفعل لاصله. يبقى في النيجاتيف بدور على am is are وباقي الكلمات اللي احنا قلناها. لو لقيناهم نحط not، لو ما لقيناهمش بندور على الفيرب. لو هو مصدر نحط قبل منه don't، لو هو في اس نحط doesn't، في الماضي بنحط didn't. يعني انا لو عندي جمله بتقول I live in Cairo، I like pizza، انا بحب البيتزا، عايز فيها اقول I don't like pizza. ليه بقى؟ لان مفيش لا am ولا is ولا are ولا was ولا were ولا الحاجات دي عشان احط بعدها not. فبصيت لقيت الفيرب في المصدر حطيت don't وبعدين المصدر. طيب لو قلت he likes pizza، he likes pizza، طيب عايز اعملها نيجاتيف هقول he doesn't. he doesn't like. like ولا likes؟ he doesn't like. رجعت الفيرب برضو للانفينيتيف. طيب he liked cotton candy، كان بيحب الكوتن كاندي، فهنعملها نيجاتيف هنقول he didn't like cotton candy. didn't وبعدين انفينيتيف. اوكي ده بالنسبه للنيجاتيف. نفس الكلمات اللي انا عملتها في النفي او اللي انا استخدمتها في النفي هي نفس الكلمات اللي بستخدمها في الكويشن، اللي هم مين؟ اللي هم am is are was were can could shall should will would may might must. لو لقيتهم بقدمهم على السبجكت الموجود. يعني he is at home، هو يكون بالمنزل، اعملها كويشن تبقى is he at home. طيب he has played chess. فانا هعملها question اقول has he played. ليه؟ لان انا عندي has وبعدها past participle. طيب ده لو لقيت الكلمات دي. لو ما لقيتهاش، لو لقيتها بقدمها على الفعل. لو ما لقيتهاش ببتدي بdo او does او did. ناخد مثال.
he was eating pizza. وجملة كمان he ate pizza. الجملة الأولانية لو هعملها question هدور على am, is, are, was, were، لقيت was فأقدمها على subject وأقول was he. Was he eating pizza؟ عشان في was. في الجملة الثانية بدور على am, is, are, was, were، can، ما لقيتش حاجة، لقيت verb في الماضي. يبقى هسأل did وهقول did. Did A، did he، وارجع الفيرب الاصله did he eat pizza. رجعت الفعل الاصله مع did، do و does و did، رجع الفعل لاصله. لو الفيرب طبعا في اس بنسال does، في المصدر بنسال بدو. ده بالنسبه لايه؟ للquestion. نفس الكلمات بنستخدمها في الquestion tag، نستخدمها في الquestion tag. و ايه question tag اصلا؟ هو السؤال التأكيدي، يعني انا لو عايز اتأكد او اتأكد من صحة ما قلت فانا هستخدم question tag. يعني قلت مثلا you were at home yesterday، انت كنت في البيت امبارح. you were at home yesterday. عايز اقول اليس كذلك، هقولها ازاي؟ هو ده question tag مش كده؟ طب اعمله ازاي question tag؟ برضو بدور على نفس الكلمات اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي هم دول am, is, are, was, were، can, could، shall, should، will, would، may، might، must. لو لقيناهم ومعهم have، has، had طبعا، بعدهم past participle، لو لقيناهم بنحطهم برا في question tag معانا، وبعدين بس عكس ما هم موجودين جوه. لو هم في الجملة مثبتين positive بيطلعوا في question tag negative، والعكس صحيح. لو هما نيجاتيف في الجملة العادية فالكوستشن تاج هيكونوا بوزيتيف وبعدين الفاعل بتاع الجملة. طب ناخد مثال على الكلام ده. لو قلنا he will، he will come late. أنا عايز أعملها question tag فهقول أعمل comma بدور على am, is, are, was, were، can، could، shall، should، will، would، late، will، مثبتة تطلع بره تبقى won't، وبعدين الفعل بتاعي هو he، won't he. طب لو أقول she wasn't at home، she wasn't at home، عايز أعملها question tag فهقول wasn't هنا negative هتطلع بره تبقى was في question tag وبعدين he was he. تمام، ده بالنسبة لإيه؟ للكلمات دي لو لقيتها. طب لو ما لقيتهاش وعندي جملة بالشكل ده he played the piano، he played the piano. الجملة عندي هنا في الباست تمام، مفيش لا ام ولا is ولا are ولا حاجة، فبعمل comma وبحط ايه؟ didn't طبعا، يبقى didn't ايه؟ didn't والفعل هي didn't هي. طيب لو عندي جملة بتقول she comes on time، she comes on time، on time في الوقت المحدد، فعندي فعل بتاعي في S فهنقول doesn't she. دورت على am, is, are, was, were، can، could، ما لقيتش، بصيت على الفيرب في S يبقى question tag هيبقى doesn't وبعدين الفعل she. في بعض question tags بتبقى irregular زي I am بالشكل ده. في question tag بتبقى aren't I. في عندي طبعا let's بتبقى shall we. في
في عندنا let us بتبقى will you. أي imperative أي أمر تمام بنعمله will you. تمام there is is كذا بتبقى isn't there isn't a في question tag isn't there. There are بتبقى aren't there. تمام ناخد بالنا كمان من النيجاتيف. لو في عندي never he never plays he never الجملة كده منفية. he never played chess عمره ما لعب chess. لو هعملها question tag هتبقى الجملة كده منفية يعني كده في هنا didn't تطلع بره تبقى did. تمام يعني الجملة كده منفية اعتبر في didn't كده لان في never يبقى تطلع بره تبقى did وبعدين he did he. اوكي ده بالنسبة للquestion tag. تعالوا احنا ناخد بعض التعبيرات نفصل بيها شوية كده عن الأزمنة وشكل الأفعال ونرجع تاني. معنا على الشاشة تعبير بيقول لنا out and about. out and about بيقول لنا restoring normal case and activities. يعني restore معناه يسترد أو يستعيد. يستعيد أو يسترد الحالة الطبيعية بتاعته هو الوضع الطبيعي بتاعه. فلو حد مثلا مريض بنقول he was very ill هو كان مريضا. في المثال بالأزرق تحت بيقول لنا he was very ill but now ولكن الآن he is out and about استرد إيه صحته بقى كويس. يعني he is out and about يعني he is well he is well. مثال كمان أو تعبير كمان بيقول لنا to be dotted about. to be dotted about بيقول لنا to be found everywhere. to be found everywhere أن يوجد في كل مكان. بيقول لنا enemy planes طيارات العدو are dotted about the sky. are dotted about the sky يعني مالية السماء يعني منتشرة في السماء. are dotted about وهي dot أصلا جاية بمعنى نقطة. ولما أقول على حاجة إن هي dotted فهمي منقطة يعني. يعني ما أقول على حاجة إن the shirt is dotted يعني الشيرت ده منقط يعني. تمام لو قلت عليه إن هو plain فهو سادة. تمام يبقى في عندنا dotted في عندنا plain P-L-A-I-N نكتبها plain بمعنى سادة. وplain بتيجي مع المشروبات بتبقى without sugar يعني plain سادة. dotted نقط. تمام patterned patterned يعني فيه ايه رسوم او نقوش. تمام ممكن يبقى checked كروهات. checked ممكن يبقى plain dotted ممكن يبقى striped فهو معلم خطط يعني striped. okay يبقى plain, dotted, patterned, checked, and striped. okay طيب شوف حاجة كمان بيقول لنا above board. لما يكون حد يعني يعني ايده نظيفة يعني يعني لا يقبل مثلا رشاوة فهو above board. لو قلت he is above board ده معناه ان هو ايه راجل ذو يد نظيفة.
معناه انه fair, honest. في مثال معنا بيقول لنا he doesn't accept any bribes. He doesn't accept any bribes. لا يقبل أي رشاوى. He is above board. He's above board. He is above board. طيب كلمة bribe هي رشوة، المبلغ اللي ممكن يدفع أو الشيء اللي ممكن تدي لحد، فده bribe. أوكي، لكن عملية الرشوة نفسها اسمها bribery. أوكي، دي الرشوة نفسها bribery. معانا تعبير كمان بيقول لنا above par. Above par معناها above normal price. تقول مثلا the price or the prices are high. الأسعار عالية جدا. So it is or they are above par. يعني فوق اللي السعر أو الشكل الطبيعي بتاعها. Above par. وطبعا ارتفاع الأسعار اسمه price rising. تمام؟ price rising. ويرفع الأسعار raise the prices. يبقى raise the prices يرفع الأسعار. هي raise معناها يرفع أو يربي، لكن rise يرتفع بذاته أو تشرق الشمس، يرتفع أو تشرق الشمس. فأنا لو قلت price rising اللي هو ارتفاع الأسعار، خلاص. طيب في كمان raise بمعنى علاوة، بالمناسبة raise بمعنى علاوة، يبقى raise بتيجي كمان بمعنى علاوة. اوكي، the price المثال اللي معانا the price of the shares، سعر الأسهم today is above par، يعني فوق الوضع الطبيعي بتاعه، مرتفع جدا. في عندنا price inflation نعرفها برضو اللي هو تضخم الأسعار. price inflation، price inflation. price inflation تضخم الأسعار. okay. inflation بمعنى تضخم أو تورم. طيب above oneself معناها in unusual spirits. in unusual spirits يعني في مزاج أو في حالة نفسية غير معتادة. he has got a lot of money، ده معناه أنه هو he is above himself. he is above himself. above oneself، myself، yourself، himself. he is above himself يعني في حالة مزاجية عالية جدا. above ground، above ground معناها alive، حيا، يعني على قيد الحياة، على وجه البسيطة، على الأرض، عايش، لسه عايش. I shall remember. I shall remember this advice. سوف أتذكر هذه النصيحة. So long as I'm above ground. So long as I'm above ground. يعني طالما أنا على قيد الحياة. I am above ground. I'm above ground. يعني على قيد الحياة. طيب طبعا above ground على قيد الحياة ليها برضو تعبيرات، يعني أو المضاد بتاعها في شبه شوية منها. لو قلت على حد أنه above ground is still alive، لكن لو قلت على حد أنه هو passed away يعني mad. he passed away. passed away. في تعبير كمان طريف هو kick his bucket أو her bucket. kick one's bucket معناها died أو passed away. نكتب kick his bucket. kick أو kicked، خليها past. kicked his bucket يعني إيه kicked his bucket؟ هو bucket معنى جردل. kicked his bucket معناها died، passed away. passed away يعني مات. he kicked his bucket. kick يشوت أو يركل. طبعا نحن ما بنترجمش ال idioms ترجمة حرفية، يعني ده ما ينفعش. kicked his bucket ده idiom معناه he
passed away معناه he died, مات. He kicked his bucket 5 years ago منذ 5 سنوات. توفى منذ 5 سنوات. He kicked his bucket. Okay. طيب. ممكن كمان أقول he went to his account. He went to his account. ذهب لإيه؟ لحسابه أو للقاء ربه. He went to his account. He went. Went to his account. طبعا account اللي هو الحساب. ممكن يبقى الحساب في البنك. وممكن يبقى الحساب فوق. فأنا ممكن أقول لو أنا عايز أقول إن هو كل واحد هيكون هيقابل ربه في يوم ما يبقى everyone will have his account هيكون أو هيقابل ربه. Everyone has his account. تمام؟ بتحتمل بقى معنى إن هو عنده حساب أو هيقابل ربه على حسب السياق اللي أنا بتكلم فيه. تمام؟ day of account بقى لو أنا حددت وقلت day of account everyone has his day of account اللي هو يوم الحساب day of account يبقى day of account اللي هو يوم الحساب يبقى day of account في عندنا went to his account في عندنا passed away في عندنا kicked his bucket وفي تعبير يعني غريب شوية لما أقول إن حد has bitten the dust هي bite معناها يعض لو قلت على حد ان هو has bitten the dust معناها ايه عض الارض عض التراب لا مش كده مش بتترجم حرفيا برضو معناها ان هو passed away نكتب التعبير ده كمان ونحفظهم ان هم تعبيرات لطيفة يعني he has bitten has bitten the dust يعني he has passed away يعني مات he has died okay he has bitten the dust okay طيب تعالوا احنا نرجع تاني التعبيرات اللي معانا قلنا ان account دي account day of account اللي هو يوم الحساب وقلنا في عندنا كمان account ممكن تيجي بمعنى يضع في تيجي في تعبير بمعنى يضع في الحسبان او الاعتبار يبقى في عندنا take into account يضع في الحسبان بتساوي put into consideration يبقى take into account اقول لك you must take into account تضع في الحسبان all the circumstances كل الظروف You must take into account. تضع في الحسبان. You must put into consideration. تضع في الحسبان. Okay? نكتب التعبيرين برضو مهمين. يبقى take into account و put into consideration معناها يضع في الحسبان. طيب. ناخد break ونرجع تاني نكتبه مع بعض. Hello dear friends and welcome back. كنا بنتكلم في بعض التعبيرات وقلنا ان في عندنا take into account معناها يضع في الاعتبار او الحسبان وفي عندنا put into consideration نفس المعنى. نكتبهم مع بعض. Take into يبقى take into account وفي عندنا put into consideration معناها يضع في الاعتبار تمام قلنا ان account ليها معاني كتير جدا تمام بمعنى حساب و day of account يوم الحساب وهكذا شوف بعد كده المثال اللي معانا
يقول لنا I shall remember this advice, سوف أتذكر هذه النصيحة طالما أو لطالما, so long as, لطالما I am above ground, لطالما أنا على قيد الحياة. I'm above ground. Above criticism. كثير قوي من الناس يقول لك والله بص أنت ما تنتقدنيش. I'm above criticism. فتقول له No one is above criticism. لا أحد فوق النقد. يبقى above criticism معناها فوق النقد. Out of the reach of it. يعني ما حدش يقدر ينتقده. None is above criticism. لا أحد فوق النقد. Above understanding. لما تكون حاجة يعني صعبة الفهم فأنا بقول إن هي it is above understanding. فوق مستوى الفهم. Can't be understood يعني. Can't be understood. تمام؟ وطبعا can't be understood دي passive مبني للمجهول. هنتعامل معاه دلوقتي. هناخد الباسيف وهنقول بنعمله ازاي. This idea is above understanding. هذه الفكرة is above understanding of all people. فوق مستوى فهم كل الناس. Above one's station. معناها ايه above one's station؟ معناها differ from one's position or ability. I like don't marry above your station. لا تتزوج ممن هم اعلى منك في المرتبة او المكانة او غيره. Above one's station. Abreast of معناها side by side. Abreast of. You must keep abreast of. You must keep abreast of the technological advancement. Keep abreast of. معناها يواكب. يبقى keep abreast of. Keep abreast of. معناها يواكب أو يسير. تمام؟ اللي هي cope with. بتساوي التعبير اللي هو cope with. يعني cope with معناها يسير. Cope with. يبقى cope with معناها يسير. Okay. To account for. يقول لنا he had to give account for his friendship with them. He had to give account for. لازم يدينا ايه account for. مبرر. يبقى account هنا بمعنى مبرر. He had to give account for. لازم يدينا مبرر for his friendship with them. لصداقته معهم. يدي مبرر لأسباب صداقته مع هؤلاء الناس. On account of. On account of. Because of. On account of. يقول لنا they didn't go into the city. لم يدخلوا المدينة. They didn't go into the city. ليه بقى؟ On account of. يعني بسبب. On account of معناها بسبب. بتساوي because of. Okay. بتساوي due to. يبقى كل دول بيساوي بعض. في عندنا كمان due to بسبب. وكل دول بيجي بعضهم noun أو verb ing. يبقى They didn't go into the city. لم يدخلوا المدينة. On account of the bravery of the soldiers. بسبب شجاعة الجنود. On account of the bravery of the soldiers. Give a good account of. Be successful in. Bielina, he gave a good account of himself. He gave a good account of himself as a suitable husband for his uncle's daughter. He gave a good account. يعني أعطى نموذجا ناجحا. تمام. He gave a good account of himself as a suitable husband. كزوج مناسب for his uncle's daughter. لبنت عمه. Leave out of account. تمام. We take into account. Leave out of account يعني يخرج خارج أو يضع خارج الحسبان أو خارج الحسابات.
يعني أنا دلوقتي حاطط في حسباني حاجة، فأنا I took into account. I took it into account. وضعتها أو وضعتها في الحسبان. I must take all the circumstances into account. أضع كل الاعتبارات في الحسبان. لكن في عندنا leave out of account، معناها يضع شيء جانبا أو لا يضعه في الحسبان. يعني أنت دلوقتي رايح تاخد مثلا a little sum of money، فالمبلغ ده مش هيكفي ان انت مثلا في ان انت تعمل بيزنس كبير، فالمفروض ان انت you have to work hard and you must leave it او leave your salary out of account، يعني تخرجه بره الحسابات، يعني ملوش لازمة، يعني leave it out of account. leave it out of account. The quarrels، المشاكل أو الخناقات. Okay. The fights، your children's fights، الخناقات بتاعت ولادك. Must be left out of account. هنا مبني المجهول. Must be، لازم تبقى left out of account، ما تقعدش تعمل لها يعني حساب قوي يعني. Okay. لكن عكس الكلام ده take into account. في معنا مثال او التعبير اللي هو العكس ده، take into account اللي احنا قلناه، consider او يضع في الاعتبار. بيقول لنا to build such a big house، عشان تبني منزل كبير زي كده، you should take all the cost into account، لازم تضع كل التكاليف في الحسبان. you should take all the cost into account. accountable to for، the government is accountable، accountable، accountable to the parliament for all its actions. حلو قوي التعبير. The government، الحكومة، is accountable to the parliament، مسؤولة أمام البرلمان. يبقى the government is accountable to the parliament على إيه؟ For all its actions، على كل الإيه؟ تصرفاتها. يبقى the government، الحكومة، is accountable to the parliament، يعني مسؤولة لدى البرلمان، to the parliament for all its actions، على كل الأفعال أو التصرفات. to square an account with، يعني to square an account with، هي square معناها ميدان و square معناها مربع، لكن في التعبير هنا مختلفة تماما. to square an account with معناها to receive or pay the balance due to، تمام؟ يعني يسوي حساباته مع. I have squared my balance with them. I have squared my balance with them. squared my balance with them يعني سويت حساباتي معهم. طبعا الفعل هنا في present perfect، في المضارع التام. تعالوا بقى احنا ننتقل من التعبيرات، ناخد الباسيف او المبني المجهول اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي. ازاي انا بعمل جملة مبني للمجهول؟ الجملة المبني المعلوم هي جملة الفاعل بتاعها معروف. الجملة المبني للمجهول هي الجملة، هي جملة الفاعل بتاعها غير، اما غير معروف او غير مذكور في الجملة. اما غير، ليه ما مش مذكور في الجملة؟ ليه؟ لانه يا اما غير معروف، يا اما كل الناس عارفاه ما فيش داعي لتكراره او لذكره، تمام؟ او غير مهم، مش مهم ان انا اقول، او مش مهم ان انا اذكر هذا الفاعل. طيب تعالوا نشوف الاكتف عامل ازاي وازاي نحوله الى باسيف. الجمله الاكتف، الاول اكتف، نكتب الاول اكتف ام باسيف. اكتف مبني للمعلوم، اكتف. باسيف مبني للمجهول. مبني للمعلوم هو أنا ذكرت فيه الفعل، فده هو active معلوم. لكن passive هو الفعل بتاعه مجهول أو غير معروف، تمام؟ طيب أنا عندي جملة دلوقتي الفعل بتاعها معلوم، هنكتبها مع بعض ونشوف هنحولها إزاي إلى passive. بيقول لنا he plays تنس، هو بيلعب تنس. انا عايز
احول الجمله دي الى passive مبني للمجهول، فهقول ايه؟ طبعا الجمله فعل بتاعها معروف اهي، بدات بيه فده active، جمله active، احولها passive ابتدي بالمفعول اللي هو tennis. tennis بعد ما بدات المفعول حط verb to be في نفس الزمن الموجود، يعني الفعل بي هعمل من الفعل الموجود ده نسخه، تمام، بس على بي، او هعمل من الزمن الموجود نسخه على الفعل بي. فمثلا انا عندي الفعل اللي معايا ده plays، مضارع بسيط، فانا عايز اعمل او احط بي في المضارع البسيط اللي هو ايه؟ am او is or are. tennis هتاخد am or is or are is. وبعدين التصريف الثالث للفعل الموجود، التصريف الثالث من play او plays، played by me by him، يبقى tennis is played by him. هنا ما ذكرتش الفاعل لانه هو ربما يكون معروف، ربما يكون غير مهم، تمام، ربما يكون معلوم للجميع، فانا مفيش داعي ان انا اذكره. فدي الاسباب اللي ممكن ايه استخدم فيها الباسيف. لو انا قلت مثلا جمله مش بنلاقيها كتير ذا، او مش بتتكرر بالشكل ده كتير، ذا بوليس arrested the thief. arrested مين؟ ألقى القبض على مين؟ the thief. unless فالجملة بتاعتي زي ما احنا شايفين في الباست، في الماضي. فأنا عايز أحول الجملة دي إلى passive. هي active، الفعل بتاعها معروف، وأنا عايز أحولها إلى passive. عايز أقول ألقي القبض على اللص، ألقي القبض على اللص. طيب يعني انا هبتدي باللس، اللس القي القبض عليه، فهقول ذا ثيف، هبتدي بذا ثيف، صح كده؟ هقول ذا ثيف، اللس ماله بقى؟ بعدين بعد ما بدات بالفعل او المفعول اللي عندي خليته في الاول مكان الفعل، فبحط فيرب تو بي في نفس الزمن الموجود. طب الزمن الموجود اللي معايا باست سيمبل، الزمن اللي معايا باست سيمبل، فانا بعمل ايه؟ بحط verb to be في past simple، فهيكون was ولا were؟ was. the thief was. وبعدين التصريف الثالث من الفعل الموجود اللي هو arrested، هيبقى arrested، يبقى the thief a was arrested. هل في داعي ان انا اقول by the police، بواسطة الشرطة؟ هو معروف لدى الجميع ان مين اللي بيلقي القبض؟ اللي بيلقي القبض على اللصوص هو الشرطة. فذكر الدور اللي هو القائم بالفعل غير مهم، انه معروف لدى الجميع، فانا عشان كده استخدمت باسيف. او الجمله دايما بالشكل ده، لو انا بقول مثلا القي القبض على اللص، دايما بتيجي باسيف، دايما بتيجي مبني المجهول، مش يعني الشرطه القت القبض على اللص، القي القبض على اللص، تمام، فهي باسيف، فيفضل بتبقى باسيف لانه معروف الفاعل مين. اوكي، ممكن يكون الفاعل مفيش حد على الإطلاق يعرفه، فهجيب منين فاعل؟ فأنا مثلا ممكن أديكم جملة بالشكل ده، أقول لكم مثلا someone، شخص ما، تمام، committed أو stole my watch. stole my watch، أخذ ساعتي، سرق إيه؟ ساعتي. ف someone، شخص ما، هو اللي سرق غير معروف. stole الفعل عندي في الباست، فأنا لو هبتدي بالمفعول اللي هو my watch، my watch مالها بقى؟ الساعة بتاعتي سرقت. طيب الأول حطيت المفعول، بعدين من بنضع verb to be في نفس التنس اللي معانا، فالتنس اللي معانا أو الزمن اللي معانا هو past، فنحط verb to be في الماضي، يبقى was، يبقى my watch was، والتصريف الثالث من stolen، يبقى my watch was stolen. my watch was stolen by someone، مش هقول by someone طبعا لان ده مش الفعل، او ده مش فعل او غير مهم، يعني ما اضفتش جديد للجملة. لو انا قلت مثلا someone
was كان was cleaning the car. الجملة زي ما احنا شايفين في الباست كونتينيوس someone was cleaning the car. فأنا لو أنا ابتديت بذا كار اللي هي السيارة ده المفعول حول إلى passive أو ذا كار وبعدين أحط verb to be في نفس الزمن. طب الزمن ده مضارع ماضي مستمر past continuous ماضي مستمر was with verb ing فحط verb to be برضو في الماضي المستمر هقول ذا كار was being كده حطيت verb to be في الباست كونتينيوس يبقى the car was being cleaned was being a cleaned يبقى the car was being cleaned the car was being cleaned. طيب لو انا قلت someone has robbed the bank شخص ما سطع على البنك robbed the bank فانا الفاعل بتاعي يعني مش معروف الجاني او اللص غير معروف فانا دلوقتي لو انا عايز احول الجمله الى passive الوضع هيبقى اسهل او هتبقى الجمله اوقع فهقول the bank هبتدي بthe bank صح كده هقول the bank بدأت بمفعول بعدين verb to be في نفس الزمن الموجود طب الزمن اللي معايا هو present perfect مضارع تام present perfect مضارع تام فحط verb to be في نفس الزمن وأقول has been has a been يبقى أقول someone هو بيقول لي someone has robbed the bank يبقى ابتدي بthe bank وأقول the bank has been حطيت verb to be في نفس الزمن has been وبعدين التصريف الثالث من rob هي robbed someone the bank has been robbed تمام مش هقول طبعا by someone ولا حاجة لان ما ينفعش اقول by someone ليه بقى لانه ما اضفتش حاجة للجملة انا ما اضفتش حاجة لما اقول by someone بواسطة شخص ما مش مهم تمام ده بالنسبة لي الباسيف لو الجملة اللي عندي present perfect طب لو الجملة عندي past perfect ماضي تام عارفين الباست بيرفكت بيتكون من ايه من هاد وتصريف تالت فانا مثلا لو قلت she had cooked meat she had cooked meat فانا لو انا عايز احول الى باسيف هقول meat وبعدين had هتبقى حط verb to be في نفس الزمن تبقى had وتصريف تالت من be اللي هي been had been meat had been cooked meat had been cooked meat had been cooked حطيت مفعول بعدين verb to be في نفس الزمن وبعدين التصريف رقم ثلاثة من cooked هو cooked طيب لو انا عندي model verb زي can او could او shall او should او will او would وعايز احول في الجملة العادية اللي هي الactive وعايز احولها الى passive كان أنا مثلا عايز أقول he will paint the flat هو سوف يدهن الشقة he will paint the flat وأنا عايز أحول الجملة دي إلى passive عايز أقول الشقة سوف تدهن يبقى هقولها إزاي نكتب الجملة كده ونشوف هنعملها إزاي he will paint the flat الجملة زي ما احنا شايفين فيها well حاجة حد من المودل فيربز طبعا المودل فيربز اللي احنا عارفينهم اللي هم can, could, shall, should, will, would, may, might, must كل دول مودل فيربز افعال ناقصة وعند تحويلهم للباسيف بيبقى يعني الوضع بتاعهم سهل جدا او طريقة بتبقى سهلة قوي بنحط بس a be بعد المودل فيرب يعني well هتبقى will be كان تبقى كان بي وبعدين past participle تمام كده طيب يعني لو حول الجملة دي إلى passive هقول هبتدي بالمفعول اللي هو the flat
flat وبعدين will هتبقى will be can تبقى can be وبعدين أحط التصريف الثالث للفعل paint هتبقى painted هيبقى إيه painted هيبقى painted تمام كده يبقى the flat will be painted سوف تدهن ده اللي هو المبني للمعلوم المبني للمجهول بسيط جدا ما فيهوش أي مشكلة في بعض الحاجات يعني شوية بتبقى بتلخبط الناس زي إيه؟ زي إن في أفعال في صفات بتنتهي بـ ing ودي بنسميها present participles present a participles وفي صفات بتنتهي بـ ed ودي بنسميها past participles ممكن تلاقي لفعل واحد ممكن تلاقي له شكلين present participle و past participle زي مثلا amazing و amazed amazing و amazed كلاهما بيعمل او بيقوم بدور الصفة ولكن لو انا عايز اوصف مثلا الحفلة فهقول يا ترى الحفلة amazing ولا amazed قال لنا ان كل الصفات المنتهية ب ing بتصف المسبب للشعور يبقى الصفات اللي بتنتهي بـ ing أو الـ present participles يعني لو هنتكلم بلغة الجرامر present participles اللي هي الصفات اللي بتنتهي بـ ing بتصف المسبب فأنا هقول إن الحفلة the party is amazing الحفلة مدهشة all the guests كل الضيوف أو المعازيم were كانوا amazed لو أنا مثلا حبيت أطبق ده على فعل آخر زي tire tire يعني يتعب وقلت مثلا my work عملي is tired ولا tiring هو مسبب للتعب فانا اقول my work is tiring ing present participle مسبب للشعور لكن I'm tired I am tired طيب هقول اني they were هما كانوا exciting ولا excited They were excited لأني the holiday الأجازة was كانت exciting ing طيب دي حاجة لازم ناخد بالنا منها في كتير من الصفات ممكن أحوله إلى verb أو أرجعه إلى verb تاني أو أدي معنى الverb بأن أنا أحط فعل قبل منه زي get فمثلا الفعل tired متعب فأنا عايز أقول يتعب أنا بتعب مثلا من أي حاجة فأنا بقول I أو أنا بتعب بسهولة مثلا I get tired easily I get tired get tired فحطيت get قبل الفعل get annoyed يتضايق أوكي ولكن في أفعال تانية أو في صفات تانية تاخد ممكن تاخد في أفعال أخرى زي go mad مجنون عايز اقول يتجنن يبقى go mad تمام go mad والباس منها went mad he went mad as a result of the accident كنتيجة للحادثة يبقى go ممكن تيجي مع mad فنقول go mad و went mad في عندنا get tired get annoyed تمام طيب حلو جدا بالمناسبة go mad يتجنن لو أنا عايز أقول على حد إن هو مثلا مش طبيعي ما بيفكرش بشكل سليم فأنا أقول ممكن he has a screw loose he has a screw loose وده idiom زي الإيديومز اللي إحنا خدناها من شوية he has a screw loose he has a screw loose screw اللي هو المسمار اللي هو بيتلف ده لو هو loose يعني مفكوك مش مربوط كويس فلما يكون حد عنده has a screw loose معناه ان دماغه مش سليمة يعني he is mad he's crazy okay طيب نكتبها he has a screw loose he has a screw loose he has a screw loose وطبعا loose بمعنى واسع او فضفاض يعني اقول لكم مثلا loose T-shirt. The T-shirt is loose. يعني واسع فضفاض. ولوس كمان بتيجي مع
nails المسامير او الحاجات اللي هي بتتثبت. فانا اقول لو قلت ان المسمار ده is loose, the nails او the nail is loose يعني مفكوك محتاج انه يتربط. the screw is loose يعني مفكوك. ولما اقول على حد ان هو he has a screw loose معناه ان هو مجنون شويه. ده بالنسبه لايه؟ للتعبير have او has a screw loose. لوس كمان بتيجي لو انا بتكلم عن حاجه مثلا متدبسه او كده فاقول ان هي لوس يعني مفكوكه يعني اوكي. ولو قلت على التربه انها لوس فدي يعني تربه مفككه. فده طبعا يخليني اخد بالي من اللغه وازاي اتذوق التعبيرات داخل السياق. يعني مش بالضروره اكون حافظ كلمه لها معنى واحد واطبق المعنى ده في كل الايه سياقات. لا ممكن الكلمة الواحدة يبقى ليها أكثر من معنى على حسب السياق اللي هي موجودة فيه. طيب ده بالنسبة لي لوس. ممكن كمان أحط لوس في تعبير آخر وأقول إن هي she has a screw loose يعني she doesn't keep any secrets لا تحتفظ أو لا تحفظ السر. she has a loose tongue she has a loose tongue يعني هي لا تحفظ السر. يبقى she has a screw loose مجنونة. she has a loose tongue معناها لسانها فالت ما بتقولش. she doesn't keep any secret لا تحفظ أي سر. she has a loose tongue. نكتبه كمان she has a loose tongue. she has a loose tongue. okay معناها لا تحفظ السر. طيب في عندنا كمان غير الـ adjectives والصفات في عندنا حاجة اسمها adverbs الظروف أو الأحوال. طيب أنا دلوقتي في الأحوال لو أنا قلت مثلا she is beautiful هي تكون جميلة. طبعا دي أنا بوصفها هي she is beautiful هي تكون جميلة. لو قلت إني مثلا رغد is beautiful رغد تكون جميل. عايز اقول هي تتحدث بشكل جميل فاقول she speaks انا بوصف طريق كلامها she speaks beautifully ده في الواي she speaks a beautifully تتحدث بطريقة جميلة. اوكي she is kind هي تكون kind طيبة. يبقى she behaves بتتصرف kindly برفق. she behaves ده الفعل اهو. فانا لو حبيت اوصف الفعل بضيف للصفه بتاعتي ly عشان احولها الى adverb. اوكي طيب اقول مثلا ان مصطفى sings بيغني او مصطفى is a nice singer مطرب او مغني يعني كويس. لو عايز اقول هو بيغني بطريقه جميله he sings nicely أو بشكل حلو يعني he sings nicely. okay طيب أحمد plays the piano he is a good player نكتبها كده he is a good player. فأنا بوصف اللاعب ده وبقول ان هو good دي صفة بتوصف اللاعب تمام he's a good man he's a good player. طب لو انا عايز اقول هو بيلعب بشكل جيد يبقى he goodly ما ينفعش goodly دي من ضمن الregular adverbs فقول he plays a well بقى ف well adverb well the adverb حال okay فما ينفعش اقول good اضيف لها ly تبقى لا ما ينفعش قال لنا good الادفيرب منها well عشان اوصف الفعل قال لنا استخدم well. لكن ممكن اقول he plays nicely ضفت ly ل nice فبقت nicely. he speaks English perfectly he speaks English perfectly لي ly. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للأدفرب. ناخد بالنا إزاي أنا أستخدم الأدفرب. في عندنا حاجة مهمة جدا جدا وهي
اسمها حاجه اسمها intonation، نبره الكلام. intonation اللي هي نبره الكلام، اللي هي the rise and the fall، ازاي انا بطلع وبنزل بالصوت. طبعا intonation دي شيء مهم في الانجليش، وكمان والستريس طبعا شيء مهم. لازم اخد بالي ازاي استخدم الانتونيشن اللي هي نبره الكلام، ونبره الكلام اللي هي الصعود والهبوط. وده طبعا ممكن يديني فيك مسج، يعني يدي وصل رساله مش مظبوطه. لو انا قلت مثلا لحد thank you، فانا كده انا ممتن، I'm grateful thank you. لكن لما قلت لحد غيرت الانتونيشن بتاعتي، قلت لحد thank you، فانا كده I'm not grateful خالص. فالمسج اللي وصلت هنا مختلفة تماما. تمام. لو قلت مثلا it's مثلا 5 o'clock، it's 5 o'clock، قلت لكم it's 5 o'clock، فانا بقى I want to inform you، عايز يعني اوصل لكم معلومة. لكن if I am مثلا amazed، I want to express any other feeling، لو انا عايز اعبر عن شعور مختلف، يعني مش لازم انا اوصل لك معلومه، انا مثلا مندهش، فانا ممكن اقول لك it's 5 o'clock. تمام. فانا غيرت الايه، الانتونيشن بتاعتي. الانتونيشن شيء مهم، لازم لما تيجي تسال سؤال يبان ان حضرتك بتعمل سؤال. يعني ما اقولش الواحد what is the time، لا ده كده بعيد خالص عن اللانجوج. فانا لو انا هسال لازم يبقى في عندي اكتر من حاجه، لازم ادي الانتونيشن بتاعه السؤال، ولازم اخد بالي كمان من linking the words، ربط الكلمات. ان لو في عندي كلمه منتهيه، كلمه انتهت بصوت ساكن وكلمه اخرى بدات بمتحرك، لازم يبقى في linking، لازم الكلمات تبقى مرتبطه ببعض. عشان كده احنا ما بنفهمش the native speakers when they talk، لما بيجي يتكلموا native speakers ما بفهمهمش. ليه ما بتفهمهمش؟ لان هم they follow specific rules، هم بيتبعوا قوانين معينه، وانا I don't know anything about the rules، ما عنديش اي معلومات عن هذه الرولز. فانا لازم اعمل linking. يعني مثلا اقول ايه، مثلا لو انا عندي جمله بتقول he is over there، نكتبها كده الجمله دي he is over there. لو انا انت الجمله دي صح، فلازم يبقى في linking. اولا في عندي كلمه is انتهت ب z ده ساكن، وكلمه over ابتدت بايه، بال o متحرك vowel، يعني عندي consonant اهو وهنا vowel. فلو كلمه انتهت ب consonant واللي بعدها vowel، لازم تعمل linking، لازم تعمل linking. فهتقول ايه؟ هتقول he's over there، he's over there، he's over there. طيب لو انا عايز اقول لحد مثلا happy birthday to you، هقولها ازاي؟ happy a birthday فانا هنطق كالاتي، هقول happy birthday to you. وان كان ما فيش عندي consonant مرتبط او بعد منه، يعني تبقى linked، ما يبقاش كلمه منفصله. انا هنا يمكن ده كان واضح قوي عشان عندي consonant و vowel. تمام. لو انا قلت الواحد انا سعيد بمقابلتك، هقول له nice to meet you، nice to meet you. باخد بالي ان في بعض ال prepositions تبقى weak في داخل الجملة، زي to مثلا، ما بقولش nice to meet، لا ما فيش الكلام ده، بقول nice to meet you، nice to meet you، nice to meet you. فلازم اخد بالي من linking the words، ربط الكلمات. اخد بالي من intonation، النبرة اللي انا بتكلم بيها. لو انا هسأل حد لازم يبقى في نبرة السؤال، يعني what's the time please، اوكي فانا اديتك نبرة السؤال. لو انا عايز مثلا اعمل exclamation، يبان من طريقتي او الانتونيشن بتاعتي ان انا بعمل exclamation تعجب.
لو أنا هديك معلومة أو ها أكون يعني I want to express my gratitude، فأنا هقول لك thank you. فأنا مش هقول لك thank you ولا هقول لك حاجات تانية، يعني ممكن تتقال بأكثر من طريقة يعني، تمام؟ فكل ده بنسميه intonation. في حاجة اسمها stress بقى لازم ناخد بالنا منها. stress اللي هو تشديد الكلمات أو تشديد مقاطع الكلمات. الكلمات بتتقسم لمقاطع، عشان أعرف أنطق كويس لازم أعرف إن الكلمة بتتقسم لمقاطع. طيب حلو جدا. طب تعالوا نكتب كده كلمة ونقسمها لمقاطع. كلمة مثلا comfortable، فأنا بقسم الكلمة بتاعتي لإيه؟ لمقاطع. طبعا أنا عدد المقاطع اللي موجودة عندي بتبقى على حسب الأصوات المتحركة الموجودة في الكلمة. فالكلمة اللي معايا فيها كام صوت متحرك؟ بعد O, A. طيب هنا الأخير ده بنعتبره صوت متحرك؟ لا، لا يعتبر صوت متحرك لأنه هو أصلا silent، ده حرف ولكنه ليس صوت متحرك. فأنا هنطقها وأقول comfortable. طيب انا قسمتها، اخد بالي من الستريس بقى، التشديد هنا هيكون على اي مقطع؟ يا ترى على المقطع الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ هقول comfortable ولا comfortable ولا comfortable مثلا؟ طبعا لا لا table ولا اللي قبلها، هتبقى comfortable. comfortable معناها مريح او مستريح، يبقى comfortable. انا عملت الستريس، حطيت الستريس على المقطع الاول comfortable. طيب فاخد بالي ان الستريس هنا على المقطع الاول، فما اقولش حاجه تانية comfortable. طيب احيانا في كلمات لو انا حطيت الستريس على مقطع، لو انا حطيت الستريس على المقطع الاول غير لما احط الستريس على المقطع الثاني، لو انا غيرت مكان الستريس بتتغير معنى الكلمه. فمثلا كلمه deserved مثلا هي بالشكل ده، الكلمه دي لو انا حطيت الستريس على المقطع الاول هنا فهتبقى desert. desert هنا بمعنى دي noun كده، لو حطيت الستريس على المقطع الاول فهي noun اسم بمعنى صحراء، desert. لكن لو انا حطيت الستريس على المقطع الثاني وقلت desert يبقى هنا كده معناها يهجر، يبقى كده معناها ايه؟ يهجر، تمام. يبقى اقول مثلا حتى ممكن استخدمها كصفه واقول the deserted island، الجزيره الايه؟ المهجوره، the deserted island. طيب فأنا لو حطيت الستريس على المقطع الأول يبقى كده اسم، لو حطيت الستريس على المقطع الثاني يبقى كده verb. هنا desert صحراء، desert، هنا desert يهجر. ونفس الكلام ده بطبقه على كلمات كتير، زي مثلا كلمة comment. فكلمة comment فده noun comment، ولو انا حطيت الستريس على المقطع الثاني command verb، command verb، يبقى I want to comment، يعني اريد ان اعلق، I have a comment، لدي تعليق. اوكي وكلمات اخرى كتير. فلازم اخد بالي لما اجي اتعلم اي كلمه لازم اعرف هي بتنطق ازاي، اعرف هي المقاطع بتاعتها قد ايه، اعد المقاطع بتاعتها واشوف الاستريس فين. طب لو انا استخدمها جوه الجمله كمان بيبقى معناها ايه؟ ممكن يختلف معناها من سياق لاخر. كل ده لازم take into account. You must take into account. لازم تضعه في الايه؟ في الحسبان. احنا التعبير احنا كنا اخدناه من شويه، او put into consideration، نفس المعنى. في طبعا حاجات تانية احنا حابين او كنا عايزين نتكلم فيها، زي طبعا الصفات واستخدام الصفات في الكومباريتيف والسوبرلاتيف.
كل ده حاجات مهمة جدا جدا لازم اخد بالي منها. الصفات تستخدم لوصف الاسماء، وده طبعا احنا هنكمله ان شاء الله. الصفات بتستخدم لوصف الاسماء، فانا ممكن اقول she is beautiful، هي تكون جميلة. لو انا حبيت احول الكلام ده الى adverb فانا هقول ايه؟ she مثلا speaks beautifully، beautifully بطريقة جميلة. ناخد بالنا كمان من الفرق ما بين the American accent and the British accent. The American accent مختلفة شوية عن British accent. هو طبعا British English و American English مش مختلفين كتير عشان الناس بس ما تتخضش يعني، ومختلفين، الجرامر واحد، الفوكابلري واحدة، كلمات واحدة، ولكن في بعض الكلمات مختلفة. يعني مثلا ممكن تلاقي في الامريكان انجلش يقول لنا elevator، elevator، elevator معنى اسانسير، لكن البريطانيين بيقولوا lift، ال اي اف تي، تمام؟ وده طبعا هيبقى نتكلم عليه ان ديتيل بالتفصيل. فليفت في البريتش انجلش هي بتساوي elevator في الامريكان انجلش. في اختلاف في بعض الكلمات، في اختلاف في بعض التعبيرات. فمثلا ممكن اقول مثلا do the washing up في البريتش انجلش، do the washing up، the British English، لكن الأمريكان ما بيقولوش do the washing up، بيقولوا do the dishes، بيختصروا شوية do the dishes، فdo the dishes يغسل الأطباق، تمام؟ في الأمريكان English بيستخدموا طبعا وحدات قياس مختلفة عن وحدات القياس في بريطانيا. ففي أمريكا بيستخدموا the mile instead of the kilometer in British English. يعني in British English they use the kilometer، بيستخدموا الكيلومتر. ده فين؟ في البريتش انجلش. كيلومتر. In American English they use the mile. In British English they use the meter. بيستخدموا الميتر. بيستخدموا الميتر. طيب. In American English they use the feet. يقول لك مثلا it's مثلا 5 feet. خمس أقدام. بدلا من الايه؟ الميتر، تمام؟ يبقى instead of the meter in British English they use the feet. بيستخدموا in American English they use the inch، وحدة قياس أصغر شوية، inch. حتى احنا من نسأل عن أبعاد الموبايلات بتاعتنا فتلاقي نفسك تقول إن هو it's 6 inch. 6 inches يعني 6 بوصات، 6 بوصة. لكن في American English they use the centimeter. يعني انت لو انت حتى حولت الكمبيوتر بتاعك من American، من British لأمريكان، هتلاقي British English، من British English لأمريكان English، هتلاقي انه هو بيستخدم الانش في الأمريكان English. وحدات القياس طبعا في عندنا كيلوغرام، في عندنا pound، الرطل في الأمريكان English، كيلوغرام في British English ما يقابله اللي هو باوند، وباوند جنيه كمان، باوند جنيه، باوند استرليني، جنيه الاسترليني، واللي هو 1 على 100 منه اللي هي طبعا بيني. حتى في مثل مشهور بيقول لنا a penny saved is a penny earned، القرش الابيض ينفع في اليوم الابيض برضو. ف a penny saved is a penny earned، القرش الابيض ينفع في اليوم الابيض. بيني هنا هو 1 على 100 من الجنيه الاسترليني اللي هو باوند استرليني، وباوند كمان بتيجي بمعنى رطل. نكتب المثل ده عشان نحوش مع بعض. A pound saved اللي هو القرش المدخر is a penny earned القرش الأبيض ينفع في اليوم الأبيض. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. wishing you good luck and bye bye.